بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. مرحبا طلاب الأعزاء، أهلا بكم في مدارس الإدريس الأهلية المختلطة. درسنا لهذا اليوم من التربية الإسلامية ومن السيرة النبوية المطهرة شخصيات إسلامية للصف السادس الابتدائي. ومن هذه الشخصيات الإسلامية أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى عليها السلام. راح نجي اليوم نتعرف على السيدة خديجة الكبرى عليها السلام، من هي وماذا كانت تعمل. خديجة الكبرى، من هي خديجة الكبرى؟ خديجة الكبرى بنت خويلد، وهي زوجة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أم المؤمنين الكبرى. كانت من أشراف مكة وأغنياءها، وكانت تستأجر أناسا للعمل بالتجارة، وأعطت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مالا قبل البعثة النبوية، وعندما كان عمره 25 عاما تقريبا، ليعمل بالتجارة بحصة من الربح. ولما رأت فيه الأمانة والنجاح في العمل أعجبت بأخلاقه الكريم وسمعته الطيب، وطلبت منه الزواج، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت معه أفضل زوجة مثالية. إذن من هي خديجة الكبرى؟ هي خديجة هي زوجة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أم المؤمنين الكبرى. زين، كانت من أغنياء قريش، وكانت تستأجر أناس للعمل بالتجارة. أعطت الرسول مال قبل البعثة النبوية، وعندما رأت فيه الأمانة والنجاح في العمل أعجبت بأخلاقه الكريمة وسمعته الطيبة، طلبت منه الزواج، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت معه أفضل زوجة، وكانت زوجة مثالية. وعندما بعث الله تعالى محمد نبيا للناس، عندما بعث الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للناس، كانت السيدة أم المؤمنين خديجة الكبرى أول من صدق وآمن به. إذن أول من صدق وآمن به، يجيك سؤال متى آمنت خديجة؟ عندما بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة نبيا، هي أول من آمن وصدق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبتوحيد الله. زين، بذلت كل أموالها الكثيرة لنصرة الدعوة الإسلامية، بذلت كل أموالها لنصرة الدعوة الإسلامية ومؤازرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تتوان عن نصرته طيلة حياتها. إذن ساندت الرسول بأموالها وبدعمها إليه، وكانت مساعدة إليه بنشر الدعوة الإسلامية. وعندما حاصر المشركين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في مكان يسمى شعب أبي طالب، كانت خديجة عليها السلام مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طيلة مدة الحصار والمقاطعة تعاني الفقر والجوع والأذى. إذن يجيك سؤال، هل تأذت خديجة الكبرى؟ نعم، الجواب نعم. عندما حاصروا المشركين المسلمين في مكان شعب أبي طالب، كانت خديجة الكبرى عليها السلام مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عانت ويا الفقر والجوع والأذى من أجل نشر الدعوة الإسلامية. لقد أحبها الرسول حبا عظيما كما أحبته هي وأخلصت له وللإسلام، وكانت أفضل أزواجه وأحبهن إلى نفسه، لذا كان يقول في حبها إني رزقت حبها، كان يحبها حبا عظيما، وهي أيضا أحبته وأخلصت له وللإسلام وساعدته وساندته في نشر الدعوة الإسلامية. ولمكانة السيدة خديجة عليها السلام العظيمة، لمكانتها العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى بعث لها تحية منه بواسطة جبرائيل عليه السلام. جبرائيل هو الملك المكلف بنقل الرسالات السماوية علما إلى الأنبياء. إذن بواسطة جبرائيل رسل لها رسالة، وما هي الرسالة تحمل؟ فقد جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: اقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا خصب فيه ولا نصب. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد
فاطمة الزهراء عليها السلام، ومريم بنت عمران أيضا عليها السلام اللي هي أم النبي عيسى، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون اللي آمنت بالله والرسول. وهكذا يبشر الرسول الله رسول الله خديجة وفاطمة ابنته بالجنة. ولقد ولدت خديجة أولادا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل أولاده هو كانت فاطمة الزهراء عليها السلام أم أبيها. توفيت أم المؤمنين خديجة عليها السلام بمكة قبل الهجرة بثلاث أعوام، وفي العام نفسه الذي ماتت فيه مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وناصره. إذن في نفس العام توفيت خديجة الكبرى، وأيضا توفي عمه أبو طالب، لذلك سمي هذا العام بعام الحزن. لو يجيك سؤال لماذا سمي هذا العام بعام الحزن، العفو بعام الحزن، لأنه توفي أعز اثنين على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو خديجة الكبرى زوجته وعمه أبو طالب الذي تكفل برعايته بعد موت والده، فقد كان خير معينين له في نشر الدعوة الإسلامية ومساندين له. إن سيرة خديجة الكبرى المثالية تعلمنا مكانة تعلمنا مكانة المرأة وقيمتها المحترمة في الإسلام، إذ هي سارت على الطريق المستقيم في الحياة كما سارت خديجة، وتتعلم منها المرأة المسلمة الإخلاص والوفاء وحسن المعاشرة للزوج والجهاد والتضحية والصبر على الأذى في سبيل الله. أنتقل إلى المناقشة. المناقشة حليت لكم إياها، ربطت لكم إياها في فيديو، وإن شاء الله يكون واضحة، يكون واضح ومفهوم الفيديو. من هي السيدة خديجة الكبرى؟ هي زوجة الرسول. كيف التقت بالرسول؟ عندما كانت تستأجر أناسا للعمل في التجارة. وهكذا حليت لكم الأسئلة كاملة. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. طلاب الأعزاء، أتمنى يكون درس واضح ومفهوم. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء في دروس أخرى. Thank you.